رح ناخد الآية من سفر الأمثال 27-19 بالنص المسوري. نقرأ الآية هكذا: كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الإنسان للإنسان. يعني الكلام غامض شوي. شو يعني كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الإنسان للإنسان؟ في معنى غامض، ما هيك؟ يعني انه كيف مثلا واحد بينظر بالمي مثلا ببئر بشوف وجهه، فذلك قلب الإنسان للإنسان مثل في الماء. نجي ناخذ نفس النص، إذا قرأناه بالسبعينية اليونانية نقرأه هكذا: كما أن الوجوه لا تشبه الوجوه كذلك هي أيضا قلوب البشر. هون صار في معنى، صار الكلام قلوب البشر. يعني مثل ما عم يقول لك، مثل ما الوجوه، مثل ما في حدا بالكون وجهه مثل وجه الشخص الثاني، كذلك ما في حدا قلبه مثل قلب الثاني. نفس الآية نفس الكلام.